بعد كده تعالوا هنعمل مع بعض الطبق من الاسماك على الطريقه العراقيه، ولكن بعد ما ناخد معانا استاذ حمدي. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا بحضرتك. شيف يسري انت جميل. الله يخليك ليا، الله يكرمك يا استاذ حمدي. انت جميل جدا، ربنا يبارك لك ويبارك في صحتك ومهنتك ويديك ويكون ليك مش عليك. يا رب يا رب، ربنا يرزقك احنا وانت ويحسن ما بين ايديك يا رب، يبارك في عمرك، الله يخليك ليا. ما بين ايديك يا رب، انت راجل جميل جدا 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 جدا. اشكرك، وبتوصل المعلومه يعني كما يجب. يا رب ربنا يبارك لك. يا رب يكرمك، ربنا يخليك. ده بس ثانية، انا عايز اعرف العجينه اللي حاضر دلوقتي. حاضر، من عينيا من عينيا. حاجه ثانيه يا استاذ حمدي، انا بشكرك يا استاذ حمدي على كلامك الجميل، والله ده منكم، عارفين يعني ايه منكم، يعني بدفعه من عندكم انتوا، انا ما بعملش حاجه خالص، انتوا اصحاب الحق عليا، انتوا اصحاب الفضل عليا، انتوا اللي بتخلوني اعمل ده وانا سعيد بجد. تعالوا بقى نشوف، هقول لكم العجينه الاول عشان استاذ حمدي قبل ما ننسى. ربع كيلو لحمه مفرومه عصقتها ببصلتين ورسبتها لما تبرد خالص، وبعد كده حطيتها مع كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه خميره ومعلقه بيكنج بودر صغيره، ومعلقتين بقدونس مفروم، ونص كوبايه كرات، يعني عودين كرات كده مفرومين، وكمان عندنا عجنه بست بيضات، عجناها بست بيضات. لو العجينه لمت معايا يبقى زي الفل، ما لمتش معايا بعمل ايه؟ بحط عليها شويه ميه صغيرين دافيه تلم معايا العجينه. ده مقادير الفطاير اللي قدام حضرتك دي او العجينه اللي احنا عملناها. بسيبها تتخمر تقريبا في الحر ده، تاخد لها نص ساعه، وبفردها واقطعها زي ما اي اشكال، وبحمرها في الزيت، تبقى طعمها حلو قوي. والدليل المصورين بتوعنا كلهم دقوا منها ما عدا البنتين الحلوين، يعني كل الناس دقوا عجبتهم، لكن لسه هندوق البنات دلوقتي. طيب تعالوا نشوف بعد كده السمك، طاجن السمك على الطريقه العراقيه. طاجن سمك على الطريقه العراقيه، طبعا العراق عندهم اكل حلو قوي بصراحه، فاحنا قلنا نخطف من عندهم حاجه كده ونعمل لكم طاجن لذيذ جميل بطريقه بسيطه قوي. انا عندي كيلو من السمك الفيليه متقطع سميك شوية، يعني قطع سميكة، عندي بصلتين مفرومين وفصين توم وثمرتين ليمون ناشف، ليمون ناشف، وعندنا كمان اللي هو لومي باسرا، وعندي كمان معلقة من البابريكا، معلقة من البابريكا، ومعلقة بهارات، وقرن فلفل حامي، ومعلقة كركم، معلقتين جنزبيل أخضر، وكمان عندنا كوباية مية، ونص كيلو من الطماطم المبشورة، ومعلقتين صلصة طماطم. نقول تاني لان الصلصه دي طعمها حلو قوي قوي قوي. عندي كيلو سمك فيليه، خلاص احنا قلنا كيلو السمك الفيليه، عندنا كمان بصلتين متقطعين شرايح، وعندنا فصين ثوم مفرومين، وليمونتين ناشفين اللي هو الليمون المجفف اسمه لومي باسرا، وعندي كمان معلقه بابريكا ومعلقه بهارات وثمره فلفل حار، فلفل حامي مفرومه، ومعلقه كركم، معلقتين جنزبيل اخضر مفروم، وكوبايه ميه، ونص كيلو من الطماطم المبشوره، ومعلقتين صلصه طماطم، وهنقدمه مع رز ابيض.